شفت صور خامنئي والدنيا معلقة بالمجلس، والله العظيم. تدري هي حلقة مجلس المحافظة، حلقة جديدة أضيفت على الطاولة الدستورية، ما لها علاقة، يعني ما كان لازم تصير أصلا. أكو مجالس بلدية تنتخب كل الكرة الأرضية، بس مجالس محافظات ماكو. أنا ما سامع عن مجلس محافظة بلندن أو بنيويورك. أكو محافظ أكو، بس مجلس محافظة ماكو. مجالس المحافظات دبت بيها الفساد، دبت بيها الفوضى. لهذا مدى تمشي القصة وفق معطيات عراقية صميمة وحقيقية، لا تمشي بوافق إملاءات. يجي الأمريكي يسوي إملاء، يجي الإنجليزي يسوي كيف. قلت له أنا سألت الأمريكي، قلت له شنو مجلس محافظة حكومة؟ وجاني في اليوم محافظ البصرة من شت رئيس وزراء. أي قلت له تعدك اتفاق، راحت للبصرة شفت صور خامنئي والدنيا معلقة بالمجلس، والله العظيم. أي قلت لهم هذا سلكوه للشرطة ولا تخلون أحد طبي بعد. فأجاني المحافظ مال البصرة قال نريد فلوس. قلت له تعدك اتفاقية جمهورية البصرة التقدمية الاشتراكية، عندها علاقة جمهورية بغداد الديمقراطية اتفاقية. أي ماكو فلوس، قوم اطلع. شنو يا أخي؟ تدري أنت تتحمل أعداء وتتحمل أصدقاء، خلي عاديك الماشي على خطأ، خلي عاديك، بس الشعب العراقي هو راح يحتضنك، راح يكون وياك من الداري أنت وداري، وتسمي من أضره ومن يضره. بس هذا ما دا يصير يا أخي.